بسم الله الرحمن الرحيم. هذا التكريم هذا ما هو إلا شيء بسيط في حق المرأة، لأن صراحة تنطلعوا باش تكون المناصفة في ميدان الصيد البحري، ما يبقاش حكر على الرجال. الحمد لله دابا بداو النساء تيدخلوا للقطاع، وبفضل التكوين انا تنقول بان من هنا للقدام غتكون المناصفة. كي تلاحظوا ان في قطاع الصيد البحري كتيبة العامة امرأة، مديرة نتاع المكتب الوطني للصيد امرأة، نتاع لاندا لاجونس ناسيونال نتاع ديفلوبمون تاع لاكواكيتور امرأة. إذا المرأة راه اقتحمت القطاع من بابه الواسيع، إذا تيبقى علينا حنا نخدموا مع هذا الشرائح نتاع الطالبات باش يقتحموا حتى هما هذا القطاع هذا، باش يمكن نوصلوا للمناصفة واحد النهار. والرؤية هي رؤية مندمجة لإشراك جميع الفاعلين المهنيين العاملين في قطاع الصيد البحري وبصفة خاصة حتى المشتغلات يعني المهنيات، سواء في بيع الأسماك، التجارة إلى آخره. لاحظنا هذه الرؤية يعني عندكم رؤية يعني مندمجة يعني للقطاع. كاينة رؤية مندمجة، اللي نقول لك بأن حتى النساء المشتغلات في ليزيزين تاع التريتمون تاع المعالجة يعني تاع المعالجة راه تنقوموا بالتكوين ديالهم. راه وصلنا واحد 600 ولا 700 امرأة اللي كونا هاد السنة، خلقنا تعاونيات نسائية للشيء أنا اللي تيفرحني وتنفتخر به أنا كمؤسسة نتاع العريش، أننا ساهمنا في تكوين تعاونية نسائية اللي تتخدم دابا في الصيد التقليدي في القرية نتاع بليونش اللي في الحدود نتاع سبته. دوك النساء دابا دخلوا اقتحموا الصيد التقليدي من بابه الواسع. إذن هناك رؤية مندمجة، وتنتمنى أن النساء يدخلوا حتى البيع والشري تاع الحوت، لأن ما يبقاش حكر على الرجال. يعني نسبة ضئيلة تشكي إلى 10% تقريبا 11% حسب التصريحات. راه فاش تنطلق من صفر وتتوصل ل 10% في المجموع، هذا راه يعتبر إنجاز. وتنتمنى ومن هنا للقدام تنقول لك من هنا للقدام خصنا نوصلوا للمناصفة، بغينا ولا كرهنا. نعم، وبصفة خاصة يعني التأهيل وتكوين طالبات يعني عنده كذلك إشراك من داخل في المعهد، مستوى ديال يعني مستوى ديال التكوين والمشاركة ديالهم يعني في التكوين في الدراسة. دابا الطالبات في المعهد عندنا الطالبات مستوى تقني، وعندنا طالبات مستوى تأهيل. راه مستوى تقني يعني راه تيعطيها من هنا للقدام باش تكون هي رئيسة تاع المركب، وتكون رئيسة تاع الآلة. وكاين عندنا طالبات اللي تخرجوا من المؤسسة اللي نسيت ما قلتها، راه تخرجوا عندنا واحد 14 طالبة من المؤسسة، 8 منهم راه صيفطناهم لروسيا تيكملوا التكوين العالي ديالهم. هذا انجاز بالنسبه لمعهد التكنولوجيا الصيد البحري في العرايش، لان وصلنا لذاك المستوى ان 8 الطالبات راهم في روسيا، 4 راهم كملوا التكوين ديالهم، و4 راهم غادي هذا. وهذا العام هذا راه تنقولوا غادي نصيفطوا 3 طالبات اخرين للتكوين العالي في روسيا في اطار الشراكه مع الدوله الروسيه.